تعالوا بقى نبدأ في exam number 9 وبرضه هنمسك number 11. بيقول لي in opposite figure a man is moved from point A to point B from A to B within time 10 seconds. بص هو مش المسافة دي 24 متر وخد time قد إيه 10 seconds and then from point B to point C وخد time ده 6 seconds from B to C وخد 6 seconds and then from C to D وخد time 14 seconds. طب جميل جدا، انت عايز ايه بقى يا عم الحاج؟ قال لك ببساطة من المسافة من C to D 24 متر in 14 seconds. قال ببساطة أنا عايز الـ average velocity from A to D، يعني ده الـ start وده الـ end. طبعا الـ average velocity اللي منكم لو فاكر هي عبارة عن الـ total displacement على الـ total time. خد بالك توتال على توتال، تمام. طب وهنا الديسبليسمنت فروم اي تو دي مش ده باراليلوجرام؟ مش الباراليلوجرام زي الريكتانجل كده اتش 2 اوبن سايدز ار ايكوال؟ يعني المسافه من هنا لهنا مش هي نفس المسافه فروم بي تو سي؟ هي قد فروم اي تو دي، يعني بكام؟ يعني 12، تمام. والتوتال تايم احسب بقى 10 بلس 6 بلس 14، احسب التوتال تايم كله. فلما تيجي تعمل كده 12 اوفر 10 بلس 6 بلس 14 هيطلع 0.4 متر بير سكند، وهو دي الافريج فيلوسيتي اللي هو عايزها في المساله دي. نروح للسؤال اللي بعد كده نمبر 12. نمبر 12 بيقول a car درايفر سواق عربيه سو ا تشايلد ان ذا ميدل اوف ذا رود، شاف طفل في نص الطريق. شافه على مسافه قد ايه؟ 25 متر. ده المسافه بين العربيه، ادي العربيه يا جماعه، تمام، يعني طبعا اي رسمه كده، وادي الطفل، هما المسافه اللي ما بينهم 25 متر بس 25 متر. فالسواق اللي قاعد جوه طبعا اتفاجئ بوجود الطفل في نص الطريق، فطبعا مش عايز يخبطه، فالعربيه كانت ماشيه بالسرعه دي 12 متر بير سكند، طبعا حاجه بسيطه جدا، تمام. كان ماشي بالسرعه ديت، دي كده الفي انيشال. هي يوزد ذا بريكس، طبعا ده فرامل، افتر ذا ريسبونس تايم 0.5 سكند، ده فرامل للفتره دي للتايم ده. The car is decelerated، بعد كده العربية قعدت تفرمل 6 متر بير سكند سكوير، دي كده الاكسلريشن. لما يقول لي كلمة ديسلريت يعني الاكسلريشن بالنيجاتيف، لما يقول لي كلمة اكسلريت يعني الاكسلريشن بالبوزيتيف، تل ات ستوبت لحد ما الفي فاينل وصلت لزيرو. فبيسألك هل العربية هتخبط التشايلد ولا لا؟ واكسبلين يور انسر. فطبعا محتاج انا كده احسب المسافة اللي وصلت لها العربية لحد ما وقفت، يعني هي وقفت على مسافة قد ايه؟ هل المسافة لو هي مثلا طلعت المسافة بتاعت العربية الدي كار للزان 25 متر اللي هي المسافة اللي ما بينهم، فده معناه ان بتاع ده العربية doesn't hit the child، مش هتخبط التشايلد. لكن لو طبعا المسافة اكبر او تساوي، لو اكبر او تساوي 25 فده معناه ان العربيه وصلت للتشايلد، ده معناه ان هيحصل هيت لا قدر الله والطفل يموت منها. فده اللي تشيك اللي احنا عايزين نجيبه، يعني احنا دلوقتي المفروض نجيب مين؟ المسافه اللي مشيتها العربيه. طب خلي بالك ان في مسافتين العربيه مشيتها. يعني ايه مسافتين يا مستر؟ ما هو اول ما قال لي انا استخدمت الفرامل هي يوزد ذا بريكس، فده فرامل، فالعربيه لما بتفرمل يا شباب بتمشي مسافه لقدام، صح؟ وبعد كده رحت دايس بقى الفرامل لحد ما العربيه وقفت، فده معناه ان انا وقفت بعد مسافه قد ايه؟ بس هو ده اللي احنا عايزين نحسبه. يبقى في الاول يوزنج بريكس، دي اول كيس كده عندنا لما نيجي نستخدم الفرامل، فالمسافه اللي هنمشيها قد ايه؟ فببساطه القانون الثاني، مش معنى القانون الثاني، هو قال لي طبعا كلمه ديسيلريت او اكسلريت، فده معناه ان انا عندي يونيفورم acceleration، فده معناه ان انا هستخدم الايكويشن اوف موشن. فالديسبيسمنت بتساوي في انيشال في التايم ماينس، علشان انا نيجاتيف acceleration او ديسيلريشن نيجاتيف نص
8 تي سكوير. كل حاجه معاك بقى، هيبقى الفي انيشال معاك ب 12 والتايم معاك بنص ماينس نص في الاكسلريشن 6 في 0.5 سكوير. فالديسبيسمنت الاولانيه هنسميها دي 1، يعني اللي احنا بنحسبها دي كلها دي 1 من ساعه ما داس على الفرامل. الدي 1 بكام حضرتك؟ فهتطلع معانا ب 5.25 متر، 5.25 متر. حلو، يعني هو لما داس فرامل ما حصلش لسه ب 25، يعني الحمد لله لسه ما خبطوش. طب استنى استنى، طب لما العربيه وقفت، لما العربيه وقفت وصل لمسافه قد ايه؟ طب الاول الاول هو بعد ما داس بريكنج، لما عمل بريك وصل لسرعه قد ايه؟ يبقى الفي فاينل ايكوال في انيشال ماينس الاف تي. طب الفي فاينل احنا عايزينها ايكوال في انيشال اللي هو مديها لي ب 12 ماينس الاي ب 6 في التايم 0.5، فهنلاقي ان الفي فاينل تطلع ب 9 متر بير سكند. فعلا ده واضح ان السرعه فعلا قلت من 12 وصلت ل 9. اوكي، تعالى بقى في الكيس الثانيه. في الكيس الثانيه تيلي ستوب لحد ما العربيه وقفت، فهنعتبر ان الفي فاينل في اول كيس هي هي الفي انيشال في ثاني كيس اللي هي في كيس 2. انا دلوقتي في كيس 2 يا جماعه، انا كنت الاول في كيس 1. اوكي، هي هي الفي انيشال في ثاني كيس. طب ليه قلت الحته دي؟ لان الفي فاينل في ثاني كيس بزيرو، انا وقفت خلاص. طب هنشتغل بقى انهي قانون يا مستر؟ هنشتغل بالقانون الاخير في الايكويشن اوف موشن اللي هو بيقول ايه برضه؟ بيقول نص القانون في فاينل سكوير ايكوال في انيشال سكوير ماينس 2 في الجي، لا سوري مش جي، لا في الاي بقى، عشان احنا ما عندناش جرافيتي، 2 في الاي في الدي. الفي فاينل هتبقى زيرو ايكوال في انيشال اللي هي في فاينل 1، في انيشال 2 هي الفي فاينل 1 اللي هي بكام؟ ب 9 اللي احنا لسه جايبينها، 9 سكوير ماينس 2 في الاكسلريشن، ما بتش تتغير يونيفورم اكسلريشن، بتتغير 2 ملتبلاي 6 ملتبلاي المسافه الثانيه اللي احنا عايزاها. فالمسافه الثانيه دي لما نحسبها تطلع 9 سكوير اوفر 2 ملتبلاي 6، فهتطلع معانا 6.75. دي المسافه الثانيه اللي هو لحد ما وصل لفيلوستي زيرو تيلي ستوب. بس انا هاخد بقى المسافه الاولى اللي هي 5.25 والمسافه الثانيه 6.75، يبقى احسب التوتال ديستانس اللي مشيتها العربيه او التوتال ديسبيسمنت 5.25 بلس 6.75، فده هيطلع معايا هيطلع ب 12 متر. ده معناه ايه؟ ان 12 ليه زاني 25؟ ده العربيه مشيت لحد ما وقفت اقل من المسافه اللي بين العربيه والتشايلد، يبقى الحمد لله هتنجز الطفل doesn't hit the child، وكده يقدر الطفل يعدي بسلام والحمد لله العربيه مش هتخبطه. بس اوكي، دي فكره نمبر 12. نمبر 13 بيقول the light year السنه الضوئيه is the distance covered by the light within a year. بيقول لك السنه الضوئيه دي عباره عن ايه؟ معلومه برضو خليها عندك، هي المسافه اللي بيقطعها الضوء في السنه، عشان كده سموها السنه الضوئيه ببساطه، يعني هي المسافه اللي بيمشيها الضوء في سنه واحده. On earth السنه الضوئيه دي على الارض او الضوء بيمشي على الارض بسرعه 2.998 باي 10 باي 8، دي السرعه بتاعت الضوء اللي بياخدها في خلال السنه. فبيقول لك هاو ميني متر ان ذا لايت يير، طب اللايت ده قطع مسافه قد ايه او كم متر؟ كم متر مشيه اللايت ده؟ وخلي بالك ان السنه على الارض حوالي 365 وربع يوم، دي فعلا حقيقه، السنه على الارض 365 وربع يوم، بسبب طبعا ان شهر فبراير اللي هو شهر 2 بيجي ساعات، مش ساعات يعني، كل سنتين بيجي مره 28 يوم وساعات بيجي 27 يوم وساعات بيجي 30 يوم، فاللي هي بنسميها السنه الكبيسه والسنه الطويله والكلام ده كله. طيب احنا عايزين نحسب ايه؟ يعني عايزين نحسب الديستنس اللي هي هاو ميني متر، يعني الديستنس. طب انت عارف ان الديستنس ايكوال الفيلوسيتي في التايم،
تمام. طب ما الفيلوستي معاك اهي 2.998 باي 10 باور 8 ملتبلاي التايم. بقى انا عايز احول التايم لسكند، علشان احول الديستانس المتر لازم التايم يبقى بالسكند، فما ينفعش يبقى بالايام. يبقى 365 يوم وربع، دول اليوم في كام ساعه؟ 24 ساعه، والساعه فيها كام دقيقه؟ 60، والدقيقه فيها كام ثانيه؟ 60. اضرب كله في بعضه يا باشا، يبقى ادي المسافه بتاعتك اللي المفروض الضوء يمشيها في السنه الواحده. الضوء بيمشي المسافه دي في السنه الواحده على الارض، انا بتكلم دلوقتي على كوكب الارض. طبعا تختلف المسافه ديت لو في كوكب تاني. فكم متر يا باشا امشيهم؟ 9.46 باي 10 باور 15 متر. بص مسافه كبيره جدا طبعا، 9.4 باي 10 باور 15 متر، مسافه محترمه قوي. اوكي ده كده على كوكب الارض. ماشي، نمبر 14 بيقول an object is projected horizontally. تاني نعيد، يبقى الفي انيشال في اتجاه الواي بزيرو، وما عنديش هنا غير في انيشال في اتجاه الاكس. وخلي بالك من حاجه ثانيه، الفيلوسيتي في اتجاه الاكس بتكون دايما يونيفورم فيلوسيتي. الفيلوسيتي في اتجاه الاكس بتكون دايما يونيفورم فيلوسيتي. يعني ايه برضه كرر ثاني؟ يعني مش هنطبق الايكويشن اوف موشن في اتجاه الاكس دايركشن، لكن بنطبقها دايما في اتجاه الواي، لاني بيبقى فيه جرافيتي كونستانت او اكسلريشن كونستانت في اتجاه الواي، والسرعه بتبقى نوت يونيفورم. لكن طالما انا عندي فيلوسيتي في اتجاه الاكس يبقى انا شغال يونيفورم، يبقى مش هنطبق دونت ابلاي، ما تطبقش بعد اذنك الايكويشن اوف موشن. ماشي، بيقول لك بقى الجسم ده نازل هوريزونتالي فروم ذا توب اوف ا بيلدينج اند فولز داون ات ديستانس دي فروم ذا بيز اوف ذا بيلدينج ويذن ا تايم تي. يبقى تخيل معايا كده، ادي الارتفاع اهو، ادي المبنى مثلا، وادي الجراوند. فالجسم ايا كان الجسم ده ايه، مشي هوريزونتالي في الاول وبعدين اتعوج كده ونزل على الارض على مسافه قد ايه؟ قال لك المسافه دي اسمها دي، وخد تايم قد ايه؟ خد تايم اسمه تي. اوكي طب ارتفاع البيلدنج قد ايه؟ ما اعرفش، بس انا ممكن اسميه اتش اي حاجه. اوكي طيب انت عايز بقى، بيقول لي ان دي ايكوال 50 بوزيتيف اور نيجاتيف 0.2 متر. اه الله عليك، السؤال ده حلو لانه بيدخل شابترين في بعض او يونيتين في بعض. جايب لك بقى حته يونت 1 اللي هي الابسوليوت بوزيتيف اور نيجاتيف، وجايب لك كمان يونت 2. شوف بقى الجمال والحلاوه في الاسئله بتاعت الفيزيكس. يبقى ادي الدي بتساوي الكلام ده 50 بوزيتيف اور نيجاتيف 0.2 متر، والتي بتساوي الكلام ده 10 بوزيتيف اور نيجاتيف 0.5 سكند. اوكي انا معايا الدي ومعايا التي، بس انت مش معاك، انت معاك الاكشوال فاليو اوف دي اللي هي دي نود، ومعاك الابسوليوت دي اللي هو 0.2. معاك الاكشوال فاليو اوف تايم اللي هو التي نود اللي هو 10 سكند، ومعاك الابسوليوت فاليو اللي هو 0.5 سكند. واحنا راجعنا على الجزء ده في الاكزام اللي فات اللي هو اكزام 10، ارجع بس للفيديو اللي فات تمام، هتلاقيني براجع لك على الحته دي بفكرك يعني ايه ابسوليوت ويعني ايه نود ويعني ايه ريلاتيف. اوكي هات لي بقى يا سيدي الانيشيال فيلوسيتي باي ويتش ذا اوبجكت از بروجكتد. فانا عايز الفي انيشيال في اتجاه الاكس بقى بكام؟ فاتفقنا ان احنا شغالين يونيفورم، يعني احنا مش هنطبق الايكويشن اوف موشن ولكن هنمشي بالايكويشن العاديه القديمه. فالفيلوسيتي على طول في اتجاه الاكس بتساوي الديسبيسمنت على التايم، بس كده. بس احنا عايزين، طالما انت جبت لي بقى سيره البوزيتيف والنيجاتيف والابسوليوت والكلام ده، فلازم نوصفها، نوصف الفيلوسيتي. عايزين نجيب الفي نود بتاعها بوزيتيف اور نيجاتيف الدلتا في اللي هو الابسوليوت بتاعها. واتفقنا برضو طالما انا عندي ديفايدد، طالما انا عندي ديفايدد، وارجعك تاني للرولز اهو، مش نرجع نطلع فوق تاني. طالما انا عندي ديفايدد او ملتبلاي، فالمفروض بنجيب ايه؟ اهو اهو اهو، لو انا عندي ديفايدد او ملتبلاي اهو يا شباب، فالمفروض بنجيب التوتال ريلاتيف ايرور، علشان من التوتال ريلاتيف هقدر اجيب انا ايه؟ الابسوليوت ايرور. اوكي يبقى انا اول خطوه اعملها هجيب التوتال ريلاتيف ايرور. طب والريلاتيف ده كان بيتجاب ازاي؟ بنقسم الابسوليوت على النود، بنقسم الابسوليوت اللي هو 0.2 على النود. فتعالى نجيب الريلاتيف توتال الاول، يبقى نقول الريلاتيف بتاع الدي بلس الريلاتيف بتاع التي. الريلاتيف بتاع الدي 0.2 اوفر 50 بلس 0.5 اوفر 10
فالكلام ده لما نيجي نجمعهم مع بعض هيطلع معانا 0.054. اوكي ده الريلاتيف توتال. وتعالى نجيب النود اللي هي الفيلوسيتي نود. فبنطبق الرول عادي جدا ديسبيسمنت اوف تايم دي نود على التي نود. الدي نود اللي عندنا بكام؟ ب 50 اللي هي القيمه الحقيقيه، والتي نود ب 10. فطبعا لما تقسم 50 على 10 تطلع ب 5 متر بير سكند. والريلاتيف مالوش يونت طبعا لان انت بتعمل ريشيو، فاليونت راحت. طب من هنا نقدر نجيب الابسوليوت الدلتا في. يبقى انا كده معايا الفي نود اهو جاهز، ناقص لي بس الدلتا في. الدلتا في اضرب الريلاتيف التوتال في النود، يبقى الدلتا في او الدلتا اكس زي ما انت عايز تسميها، يبقى 0.054 في ال 5، يبقى الدلتا في اللي هو الابسوليوت هيطلع معانا ب 0.27 متر بير سكند. ومن هنا نقدر بقى نكتب اللي ما بين الاقواس دي. يبقى من هنا نقدر نقول ان الفي بتساوي الفي نود اللي هو 5 بوزيتيف اور نيجاتيف 0.27 متر بير سكند. هو ده الفاينل انسر اللي المفروض تختاره لو السؤال جه تشويس، او تكتبه كستبس كده بالمنظر اللي انا كاتبه قدامك ده. بس ببساطه دي كانت نمبر 14. نمبر 15 بيقول a ball is projected vertically upward. كورة اتحدفت لفوق. From the surface of the earth. من سطح أرض. تعالى نتخيل مع بعض ادي سطح الأرض أهو. والكورة راحت اترفعت لفوق بالمنظر ده كده. ماشي. And passed by a person. في شخص واقف standing in a window at a height 28 meter from the surface of the earth. فواضح إن هو واقف في شباك كده في مبنى. ادي المبنى مثلا. وارتفاع الشباك ده الراجل واقف هنا مثلا يعني ارتفاع الشباك ده من سطح الارض من السيرفس اوف ايرث كام يا سيدي؟ 28 متر. لكن هو ما قالش ان ده ارتفاع المبنى كله، ده ارتفاع الشباك بس. فالكوره راحت عدت قصاده، يعني الكوره عدت قصاده. ماشي. وصلت عند الراجل ده بالسرعه دي 13 متر بير سكند. ده كده الفي فاينل بتاعت البول with velocity 13 متر بير سكند. هات لي الانيشال فيلوسيتي اوف بول بقى، عايز الفي انيشال، وعايز كمان التايم ريكوايرد باي ذا بول تو ريتش ذا سيرفيس اوف ايرث اجين، وعايز التايم اللي خدته الكوره لحد ما ترجع لسطح الارض تاني. يعني لما تنزل تاني خدت تايم قد ايه؟ اوكي. طب الاول هي كانت ماشيه بفي انيشال قد ايه الاول؟ اوكي. طيب الموضوع بسيط، انا معايا الفي فاينل وعايز الفي انيشال، ومعايا كمان المسافه اللي هي مشيتها الكوره اللي هي 28. طب انا معايا في فاينل، معايا مسافه، وعايز في انيشال، يبقى هو القانون الثالث على طول مفيش غيره. يبقى الفي فاينل سكوير ايكوال في انيشال سكوير ماينس، عشان عكس الجرافيتي لان انا طالع لفوق يعني نيجاتيف جي، ماينس 2 في الجي في الدي. حلو الكلام. طب الفي فاينل سكوير هي دي اللي احنا وصلنا لها 13 سكوير ايكوال في انيشال اللي احنا عايزينها ماينس 2، والجي مديها لك ب 9.8 على طول بتبقى جيفن، والمسافه للفيرتيكالي بكام؟ ب 28. نقدر نجيب الفي انيشال وناخد روت الانسر، اوعى تنسى عشان في سكوير. فهنودي ال 2 في ال 9.8 في ال 28 دول الناحيه الثانيه بالبوزيتيف عشان هم اصلا نيجاتيف، يبقى 13 سكوير بوزيتيف الكلام ده 2 في 9.8 في 28 اللي هيطلع ناخده روت الانسر على طول، فهتطلع الفي انيشال 26.79 متر بير سكند. وده منطقي ان الفي انيشال تطلع اكبر من الفي فاينل. ليه؟ لان انت وانت عكس الجرافيتي حضرتك السرعه بتقل لحد ما توصل للماكسيمم هايت، فالسرعه تبقى زيرو. حلو الكلام. انا كده جاوبت على اول سؤال، يبقى اول سؤال الفي انيشال ب 26.79 في البدايه كانت السرعه كبيره، بعد كده قلت ل 13، بعد كده لو وصل للماكسيمم هايت توصل لزيرو مثلا. فبيقول لك بقى هات التايم ريكوارد تو ريتش ذا بول تو ذا جراوند اجين. فده معناه ان احنا الاول نحسب التايم تو ريتش ماكسيمم هايت الاول. يعني انا مش عارف الصراحه هي الكوره هتترفع لحد ارتفاع قد ايه، انا ما اعرفش. اقصى ارتفاع توصل له الكوره ده هنسميه الاتش ماكس، وبعد كده من عند الارتفاع ده تروح نازله تاني للجراوند. اوكي؟ طيب
مش عند الارتفاع ده الفي فاينل بتوصل لزيرو. اه انا قلت لك طالما انت ماشي، طالما الاوبجكت ماشي عكس الجرافيتي فالسرعه بتقل تدريجيا، هي بتبدا بسرعه كبيره اللي هي الفي انيشال الكبيره، وبعد كده الفي فاينل تفضل تقل تدريجيا لحد ما توصل لزيرو. فده معناه ان انت وصلت لاقصى ارتفاع، كان الجسم وقف. وده الحقيقه فعلا، الجسم بيقف فسوه كده لحظه معينه وبعدين يرجع يتحرك تاني باي جرافيتي بوزيتيف جي. طيب في التايم دوت احنا عايزين نحسب التايم ريكوارد تو ريتش تو ذا ماكسيمم فاليو. فهنروح للقانون الفي فاينل بزيرو، فعايز احسب بقى التايم، يبقى ده معناه ان زيرو اول قانون بقى الزيرو ايكوال في انيشال اللي احنا لسه عارفينها 26.79 ماينس عشان انا طالع ماينس الجي اللي هي 9.8 في تي. فتعال نحسب التايم تو ريتش ماكسيمم، ده تايم الماكسيمم مش ده التايم اللي هو عايزه على فكره بالمناسبه ماشي. طيب 26.79 اوفر 9.8 هتروح بالديفايد طبعا علشان نخلص منها، نخلص من الملتبلاي، فهيطلع التايم 2.73 سكند. ده التايم اللي يوصل الكره للماكسيمم. لا هو عايز التايم بقى كمان اللي هينزلها تحت، يعني التوتال تايم ده اللي بنسميه التي كابيتال اللي هو الفلايت تايم، يعني هتضرب في 2 2 في التايم اللي طلعك. ما هو نفس التايم اللي خدته وانا طالع هو نفس التايم اللي هاخده وانا نازل، بس التوتال تايم كله هيبقى هضرب في 2. اوكي يبقى التي هتبقى ايكوال 2 ملتبلاي 2.73، فنضرب الكلام ده في 2 فتطلع معانا 5.46 سكندز. فاول ما يقول لك احسب لي التايم اللي هياخده الاوبجكت لحد ما ينزل على الارض تاني، يبقى ده معناه ان انت تحسب التايم وهو طالع على الماكسيمم وتضربه في 2 على طول، اللي هو هيكون نفس التايم وهو نازل، لان احنا عملنا نيجلكت الاير ريزيستنس. اوكي بس كده، دي كانت فكره نمبر 15. نمبر 16 بيقول لي هنا in the opposite figures represent the relation between displacement and the time for a runner moving in a straight line with uniform velocity. واضح واضح، طالما بيحصل straight line ما بين displacement والtime يبقى دي اكيد uniform velocity، يعني السرعه ثابته مش هتتغير. طب بكام؟ تعالى نحسبها. احنا اي جراف بنجيب حاجه اسمها السلوب، فالسلوب بيساوي الدلتا واي على الدلتا اكس. طب مين الموجود على الواي دي؟ مين الموجود على الاكس تي؟ فدي على تي يديك بالصدفه الفي اللي احنا بندور عليه. يبقى الفي بتساوي الدي اوفر تي، والدي مديها لك ب 15 اهو، لو رحت لاخر بوينت هتلاقي هنا 15 قصادها كورسبوندنج ليها التايم بكام؟ ب 5. يبقى 15 اوفر 5 هيديك 3 متر بير سكند. دي كده الفيلوسيتي ببساطه. طب وبعدين قال لي بقى درو ذا جراف. ايه ده؟ عايزني ارسم جراف تاني. بالظبط، عايز ارسم جراف تاني بتوين الديسبيسمنت والتايم for the runner if he moved with uniform velocity برضو، بس double the previous velocity اللي احنا لسه جايبينها دي هنضربها في 2 double in the same direction، يعني في نفس الاتجاه positive برضو، لان السرعة كده بتزيد لان المسافة بتزيد positive 3، وكمان within the same time interval في نفس التايم اللي هو 5. يعني اكيد دي كده v1، فاكيد ال v2 هتبقى double ال V1 يعني 2 multiply 3 يعني 6 متر بير سكند، وبوزيتيف 6 كمان يعني in the same direction في نفس الاتجاه. اوكي ولكن في نفس التايم اللي هو كام؟ ب 5. التايم ب 5 تبقى الديستانس هتبقى بكام؟ او الديسبيسمنت هتبقى بكام؟ فطبعا الديسبيسمنت هي الفيلوسيتي في التايم، فالفيلوسيتي ب 6 في التايم ب 5 فهتديك 30. هو بقى مش عايز تحسب الديسبيسمنت، هو عايزك ترسم جراف. فتعالى ببساطه نرسم الجراف بتاعنا اهو، هو شبه الجراف اللي مرسوم ده بس الارقام هتتغير، هنا الدي وهنا التي، بس تي قال لك زي ما هو ب 5 سيبه زي ما هو ب 5 وبرده هيطلع ستريت لاين. فعند ال 5 المسافه وصلت بكام؟ بس هنكتب هنا 30، ده اللي اتغير، المسافه هي اللي اتغيرت لكن التايم زي ما هو، لان انت قلت لي ان ذا سيم تايم انترفال، بس ببساطه يعني. فيبقى نفس الجراف ده بس هنخلي الديسبيسمنت ب 30. اوكي نخش على السؤال الاخير في اكزام نمبر 9. نمبر 17 والسؤال الاخير في اكزام 9، ان اوبجكت موفز اكوردنج تو ذا ريليشن في فاينل ايكوال 10 تي
where each calculate قصدي each initial velocity هات ال v initial وهات كمان ال acceleration ال a. طب على طول كده ده يفكرك بانهي equation of motion؟ ال equation الاولى ان ال v final equal v initial plus a t. هتقول لي لا ما هو ما جابش سيره ال v initial في ال equation، يبقى ده معناه ان ال v initial بزيرو، وجاوبت كده على اول سؤال اللي هو ال v initial. صح، ان انا لو قارنت هتلاقي ال v final equal 10 t بس، لكن ال v initial كده طلعت بزيرو. طب كده ال acceleration لو جيت قارنت a t مش هي هي 10 t، يبقى لما اقول a t هي 10 t فال t تروح مع ال t، يبقى ال a بتساوي 10 متر بير سكند سكوير. سؤال سهل جدا يعني، ويا رب تكونوا استفدتوا. ودي كده الايث كويشنز لاكزام نمبر 9، بالتوفيق يا رب ان شاء الله. ويعني اعتقد ان دول كده تقريبا اصعب الافكار اللي في ال 10 اكزامز كلهم، سواء في اكزام 9 واكزام 10. فانتوا اللي اهتميتوا بدول خلاص كده ربنا يوفقكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.